بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعين ومتابعاتي، حبايب قلبي، شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك، وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم. اليوم خليت لحم على الطباخ، هاي آخر طبخة بعد هالشهر هذا الفات، خليتها على الطباخ، قلت ما أعرف شو أسوي، راح جبت باجلة سلق 3 كيلوات ب2000 زين حبايبي، وراح جبتها من المسواق هذا مثل ما شفتوا، تفاح الكيلو ب1000، البوتيتا 500، بس هاي الباجلة الثرم لا الكيلو ب1000، بس ديجة 3 ب2000، وهذا الخيار والشجر والباذنجان كيلو 750، فخليته مشكل. هنا عاد أم أماني بدأت تثرم الباجلة، تسويها مرقة على آخر طبخة من اللحم اللي جبته مال الشهر هذا. شوفن حبيباتي، طبعا هذه الباجلة اللي تثرمها الكيلو ب1000، شوية نزلت يعني، وهم تنزل بعد أكثر إن شاء الله. اي بس انا جبت باجلة سلق لان حيل احب السلق، يعني يعجبني السلق. هنا عاد ابن اخويا اجى علينا هو وجهاله، قال لي ما دام جاي تصوري تعال صوري ولادي، وصورتهم، هذا مهيمن وهمام مع مشمش وحمودي. قلت لهم سووا قلب، بس هذا زعلان، جود زعلان، بس اماني ما طلعت لكم صايره حرمه. متابعيني حبيباتي، هنا بعد ما يقامين حمس اللحم، شوفوا حبيبات قلب الغاليات، طبعا أم أماني شالت من المي مال اللحم وقالت أخلي، قلت لها ترى اللحم انحمس فد مرة لأن ينمرد مو طيب يصير، فش اسمه شالت من المي وخلته على الباجلة. طبعا أنا قصيت كثير من الفيديو وجيت عليه، شفت اللحم هسه هم على كيفي شوي شوية، وبالخاشوق الخشب هم يعني شوية أحركها على مدى الباجلة تستوي زين، وبعدين عاد من ينحمسن أجيب عصير طماطة. طبعا أنا جايبة طماطة وعصرتها مخليتها بجهة يعني بصفحة مخليتها، وراح أجيبها عاد من ينحمس إن شاء الله أخليها فوقها. هنا وأماني تسوي عدس للفطور، يعني شوية تسوي، يعني دائما بها جدري الصغيرة نسوي للفطور، او عدس او تسوي يعني مرقه بيضه، ما اعرف والله شو اسمها، يعني همين شوربه بيضه وياها تخلط جزر وصدر مال دجاج وبصل وما ادري شنو هاي الشغلات، يعني والله ما صورتها. شوفن حبيباتي، هنا نحمس والمرق مال شو اسمه الشوربه هم قامت تفور، خليت عليه شو اسمه المي، واخلي معجون حبيباتي همينه، خليت بس قصيته راح بالقص، وهذا نشا اللي تحب تخلي نشا تخلي، واللي ما تحب اكو يخلون يعني عليه على الباجله يخلون تمن ينقعنا شويه ويطحن لنا هيك طحن بالطاحونه من يعني ينشف، وبعدين يخلونه فوق الباجل يصير هم يعني كلش طيب، بس مو كثير يعني تقريبا نص كوب هي شيء اقل على ما يصير يعني فد مره ثخين. وهنا خليت هم الثوم حبيباتي، شوفون يا غاليات، هنا هم هذا الصدر مال الدجاج ام اماني يوميه تخلينا شويه فوقه، هذه الشوربه سوت شوربه مال عدس وشوربه مال صدر دجاج هيك وياه. شوفوا يا حبيباتي هذا الجدار الصغار هم مفيدات بالبيت. شوفن حبيبات قلب الغاليات، هسه عاد اني اسوي الرقية، جبت رقية همينه، شوفن حبيباتي هذا اسويها شرط السكين، شالها نصها يخمو هيك يسوي شرط السكين، يعني شوف اللبة مالتها كلها شالها بشرط السكين، هي صغيرة هو يبيع، يعني أنا ما جبتها من هنا، جبتها من كركوك، ما جبتها من يمنه، كنا بكركوك أنا وابني. طبعا من رحنا ما رحنا على بد نجيب رقية، عندنا شغلة ورحنا يعني
حبيباتي. فبالطريق تعرفون هذول اهل السيارات على الطريق شايلين هالشغلات هاي يبيعون يعني، فاخذنا من عندهم. هنا عاد بعد ما كملت الرقي جيت النوب اشوف ام اماني شو تسوي، خلت بصل وخلت فوقها شعريه وراح تخلي عليه هذا الصدر القليل مال ايش اسمه مال الدجاج، طبعا مسلوق الصدر. وهذا التمن هم سويته بدون تصوير حبيباتي، التمن كملته. ليش سويت بهاي الجدرية؟ لان احنا يعني بدينا نكمل الفطور مالنا، وخابرت ورد يعني حيل تعبانة كنتي، قالت انا حيل تعبانة وسوي لابو يونس يعني يجي يفطر يمكم هو وجهها. قلت لها لا كلكم تعالوا، احنا راح نسوي المرقة احنا، يعني ما كنت متوقع هم يجون. فقلت لها ما دام مريضة كلكم تعالوا، ليش بس ابو يونس وجهها؟ انت يا متعالي وانت وجهها. فعادينا هم من اجوا علينا كلهم فطروا عندنا. يعني ما اعرف من ذاك اليوم من غرق بيتهم ام يونس حيل تعبت، خطيها كل يومين ثلاثة والله يعني راسها معدي يعني يفكها، حيل راسها يوجعها. قلت لها هذا البرد انت اخذتي برد يعني، وتروح والله رايحة وجاية على الأطباء وتاخذ مغذيات خطية، بس ما أعرف ليش يعني راسها حيل يوجعها. سلامتها إن شاء الله حبيبة قلبي. متابعين تابعاتي هنا عاد بدت أم أماني تصب الفطور طبعا، واني بهالأثناء خابرتني جنت أختي أم علي الله يرحمها، قالت لي خالة أنت معزومة عندنا على الفطور. قلت لها هسا والله جاي أصب فطور، هما جيراننا يعني، فقلت لها أكمل وأجي. فصبيت الفطور، كان بعد بيت ابني أبو يونس مو جايين، وهاي الباجي اللي سلقها شوفوا هذا، وكان فطورنا والله العظيم كان شقد طيب. تمنيتكم ويانا والله وسهمكم ألف عافية. متابعين متابعاتي، هذا المنظر اللي تشوفونه واحدة من المتابعات من أهل منطقة حطين قريبة على دبسنا على منطقتنا، فقالت لي دائما تقول لي وتزعل علي بالتعليقات. فقلت لابني احنا راجعين من كركوك، كان الدنيا رمضان واحنا صايمين، قلت له بس وديني على منطقة حطين على دور الشرطة. وداني، قال والله ما هسه راح اوديك وتدللي. وداني شوفوا حبيباتي هاي بنت بيت ما اعرف والله شنو ما اعرف شو اسمها، هي رادت من عندي يعني، نسيت اسمك حبيبتي اللي ارتي من عندي يعني. هذا التصوير هذا احنا بحطين منطقة حطين احنا هسه، هذا دور الشرطة ما اعرف عاد هو لو لا ما اعرف، بس هي مبينة دور حكومية حبيبتي. هذا احنا راح ابني قال راح اقف هنا وصوري لها بلكتها يعني يطلع بيتهم واحد منهن، ووقفنا هنا وجاي اصور لكم، عسى ولا على يطلع واحد منهم يعني بيت اهلها اللي كانوا هم ساكنين بيه من 30 سنه او اكثر. حبيبتي يعني هذا صورت لك، ما اعرف هل هو حتى ابني ابو يونس نزل. شوفوا حبيبتي هذا المنطقه اللي انت رتيها، شوفوا حبيباتي حتى طلعت لكم الساعه مالت مالت شو اسمه مالت السياره مالت ابو يونس، شوفوا الساعه 6:04 يعني احنا وصلنا البيت واذن الجامع، يعني كان الاذان بالطريق شوفوا 6:04 ساعة السيارة حبيبتي. والله يعني خاطر كان اجيت على مود لا تزعلين علي. تابعين تابعاتي الف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد، نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلب الغاليات. شكرا جزيلا لكم لتعليقاتكم الحلوة، شكرا جزيلا لكم من كل قلبي اشكركم حبيبات قلب الغاليات. هنا شوفوا حبيباتي هذا يعني كان كلش حلوه منطقتكم يا غاليه والله ما اعرف اسمك او منو ما عرفت، فمنطقتكم هم كلش حلوه ويعني منطقه زراعيه يعني بين الخضار منا ومنا، بس يعني هذا اللي قدرت عليه وهذا اللي صورته حبيبتي، وان شاء الله عجبك التصوير حبيبتي. والى هنا حياتي انا اقول لك بس لا ما اقول لك اول مره، خلي اقول للبنات لا تنسون عندي فيديوهات قصيرة على اليوتيوب، من أنزل فيديو يا ريت كلكم تروحون تشوفونه، هي دقيقة وما تأخذ من وقتكم أبد.
زين حبيباتي، وحتى شوفوا هالجبل هذا اليوم منطقتكم كله صورته إلش حبيبتي، هذا شوفوا هذا القيعان اليوم بيتكم، وإن شاء الله بردت قلبك حبيبتي، ويا ريت تجين تزوروني، إنهم إذا ما عندك أحد يستقبلك أنا أجي عليك وأستقبلك تجين يمي حياتي، وألف هلا بيك حبيبة قلبي. هنا وصلنا نهاية الفيديو، أشوفكم فيديو جديد آخر متابعيني ومتابعاتي، وأقول لكم مع ألف سلامة.